الهجرة كلمة صعبة. أنا عايز أطمن المهاجر، هدفنا راحتك، هدفنا نشيل الحمل معك، محبة وخدمة وتضحية طول الوقت للمهاجر. هاجر معاك. مشاهدينا اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم هاجر معاك. لو انتوا واخدين بالكم احنا بقالنا كده ابتدينا سلسله حلقات جديده من المره اللي فاتت، من الاسبوع اللي فات، عن ازاي تخطط ماليا للتقاعد بتاعتك بطريقه مظبوطه بطريقه صح، وازاي ناس تساعدنا باننا نعمل ده بشكل صح وكويس لمصلحتنا وباقدر قدر ممكن من الفلوس اللي تطلع لنا بعد ما نكون خلاص بطلنا ان احنا نشتغل. وزي ما قلت لكم المره اللي فاتت انه زي ما في دكاتره بيساعدونا ان احنا يدونا ادويه ويدونا روشته ان احنا نبقى اصحاء جسديا، كمان ربنا بعت لنا دكاتره يساعدونا ماليا. وبيشرفني من الحلقه اللي فاتت والنهارده كمان الدكتور جون سليمان. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يعني سعيده جدا 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 بمقابلتك وبالمعرفه الغنيه الغزيره بالمعلومات اللي حضرتك بتقدمها لنا. ولو حضرتك فاكر نفكر بس المشاهدين بسرعه على انه في مصادر مختلفه بنحوشها علشان تساعدنا في الدخل، وقلت لنا المره اللي فاتت عن مصدر اساسي وهو السوشيال سيكيورتي. تمام، فهتدينا ملخص سريع وندخل على المصدرين اللي بعد كده. زي ما قلنا هو في ثلاث مصادر. احنا المرحله اللي فاتت اتكلمنا على المصدر المتاح للناس اللي شغاله في امريكا من الحكومه اللي هو السوشيال سيكيورتي ريتايرمنت انكم بتاعهم. تمام، وزي ما قلنا ده حاجه انت يكواليفاي فور او بتبقى مرشحه ليك وتاخدها لو انت اشتغلت في امريكا عدد معين من السنين زي ما قلنا المره اللي فاتت. أيوة. تمام، وقلنا طبعا ان السوشيال سيكيورتي معرض اللي هو يزيد، معرض اللي هو يقل. تمام، بناء على الوقت اللي بتعمله فيه، معرض للضرايب، معرض لحاجات كتير. اوكي، فلازم الحكمه فيه. وقلنا برضو اللي هو مش المصدر الوحيد. أيوة. مش معمول عشان يكون المصدر الوحيد، عشان كده النهارده باذن الله هنتكلم على بقيه المصادر اللي موجوده من السوشيال اللي هتكمل السوشيال سيكيورتي. مظبوط. اشجعكم مشاهدينا انكم ترجعوا للحلقه اللي فاتت. كمان الدكتور جون عرفنا بنفسه اكتر، هو دكتور مالي، هو كان دكتور طبيب بشري بس حول المسار كده وبقى طبيب مالي علشان يساعدنا في تخطيط فلوسنا تتدبر كويس بدل ما بتروح هنا وبتروح هنا وبتروح هنا، ويمكن بنحطها في حتت مش مناسبة وبنيجي في وقت نقول يا خسارة ما عرفناش نعمل حاجة. هو بيساعدنا في الجزئية دي، ودايما هيطلع عند حضراتكم أرقام التليفونات بتاعة المكتب والشركة بتاعتهم، وبرضو هنقولها لحضراتكم تاني دلوقتي. 949-988-0282 دايما هيطلع على الشاشة علشان لو تحبوا تتواصلوا معاهم ويساعدوكم في أي معلومة. النهاردة بنكمل مصدر من مصادر التحويش للتقاعد، وهو المصدر الثاني. فدكتور جون تفضل اشرح لنا المصدر الثاني. مادام في اللي بنتكلم فيه دايما اللي متاح لبعض الناس بيبقى من صاحب العمل او من الشغل اللي هم شغالين فيه. في حالات كتير ممكن ابقى انا شغال وصاحب العمل يعرض عليا حساب ريتايرمنت او بنفيت من خلال الشغل. دوت بيبقى حاجه من الاثنين وخبطين كبار. اول حاجه ممكن تكون المعاش او البنشن. اوكي، بالانجلش معلش هو اسمه ديفاين بنفيت بلان. ده بتبقى حاجه من الشغل انا بشتغل طول عمري وساعات كتير ما بدفعش فيها، ما بيتخصمش من فلوسي، من الشيك بتاعي مبلغ، وصاحب العمل بيقول لي لو اشتغلت معايا 10 سنين 20 سنه 30 سنه لما توصل عند سن التقاعد هيطلع لك شيك بقيه عمرك. اوكي. اوكي، فدوت دوت اللي هو البنفيت اللي كل الامريكا كان الحلم بتاعها. طبعا. ودوت يعني كان يرجع تاريخه للاول العشرينات 1920 1930. في السبعينات
في السبعينات بدأ أصحاب شغل كتير تمام يبدلوا البنشن اللي هو الشيك المضمون بقيت عمري إن هم يعرضوا على الناس اللي شغالة حاجة اسمها Defined Contribution Plan، حاجة أنا كموظف لازم أحط فيها عشان يطلع لي حاجة. دي إضافة. ساعات إضافة وساعات دي بدلت ده. ساعات كتير الـ 401k والبلانز التانية من خلال صاحب الشغل ممكن تكون ممكن نسميها 401k الناس كتير تسمع عنها. أيوة بنسمع المصطلح بس أحب أنك تشرحه لنا. طبعا طبعا. الـ 401k التعريف بتاعها Employer Sponsored Retirement Plan، يعني دي حساب تقاعد صاحب الشغل بيدهولي في البروفيت كومباني، الشركات البروفيت اورجانيزيشن. اوكي تمام. لو انا شغال في بنك، شغال في شركه صناعيه، شغال في مصنع بيبقى ده اللي بيجي لي. اوكي نفس شبه الاسم في حاجه تانية اسمها 403b دوت لو انا شغال نون بروفيت. اوكي ده مستشفى مدارس بتاع بيطلعوا نون بروفيت. ايوه اوكي بيطلع حاجه اسمها 403b. في حاجه اسمها 457 ممكن الناس تبقى شغاله من كاونتي اوكي بيدون 457. في ناس شغاله بوست اوفيس تي اس بي اوكي ثريفت سيفين بلان، كلهم بيشتغلوا بنفس الطريقه وعشان كده قلت الاسامي كتير. طبعا. كل مره بنلاقي الاسم دوت ده معناه ده تاكس كود، دي بس الطريقه اللي بيتعامل بيها ضريبيا. تمام. كلهم بيحصل ايه، انا ببقى شغال صاحب الشغل بياخد جزء من الشيك بتاعي او بيعرض عليا ان هو يسحب جزء نسبه من الشيك بتاعي بتخش حساب الـ 401k بتاعي. تمام. وساعات كتير يقولك انا هديك ماتش. يعني انت لو حطيت 2% انا احط لك وسطهم 2 او 3 بالزبط. زي ما انت تحط. ساعات يقولك دولار تو دولار، هديك دولار كل دولار قدام دولار لغاية نسبة معينة، لغاية ماكسيموم 5% 8%. فده حلو جدا لما بنلاقي حد موظف او صاحب شغل بيعرض الموضوع ده، بقول لازم اعملوها طبعا. لازم نكون فاهمين لما ببقى عامل 401k الفلوس دي بتبقى مخصومه من الدخل بتاعي بتاع السنه. بنسموها تاكس ديفيرد. ما بدفعش ضرايب عليها حالا، بتخش وبتقلل دخل السنوي. اوكي فبوفر في الضرايب دلوقتي. والفلوس دي بتخش في اكونتس او 99.9% استثماريه، بيبقى عندك اختيارات الفلوس دي في البورصه. ناس كتير ما تبقاش عارفه ان الحساب ده في البورصه. تمام. فلازم يبقى عندك اختيارك، انا هحط قد ايه من الشيك بتاعي وهاخد الماتش قد ايه وخطوره الاكونت بتاعي قد ايه. تمام تمام. في المستقبل لما هتاخد فلوسك من الـ 401k الفلوس اللي بتاخدها بتدفع عليها ضرائب كانكم. تمام. الاخر وانت بتطلع الفلوس من الحساب في رقم لازم يكون ناس كتير تكون واخده بالها منه، حاجه اسمها ال 59.5 سن ال 59.5. لو خدت فلوس من حساب ال 401k بتاعي او ال 403b او ال 457 الحسابات دي كلها قبل ال 59.5 في فيدرال بينالتي 10%. ففي بينالتي 10% بتتخصم من الفلوس اللي انا باخدها زائد ان هدفع الضرايب. فلازم اعمل حسابي شويه وانا بطلع الفلوس اطلعها ولا ما اطلعهاش. افضل اني اوصل للستين او الاتنين وستين بس اكثر سن التسعة وخمسين ونص. تمام. الحاجة التانية كمان ما انا هدفع ضرائب. اوكي. ساعات برضو اسأل قبل ما اسحبها انا تمام ممكن اخد قرض. في بعض البلانز بتسمع انت ممكن تاخد قرض من فلوسك. ايوه. تمام. ساعات لو بتشتري بيت لاول مرة بيسمحوا لك تاخد مبلغ من الـ 401k من غير بنالتي. فلازم تسأل قبل ما تقرب اللي انت تاخد قرار تاخد فلوسك من الـ 401k بتاعك، اسال حد قبل ما تعمل القرار. اسال دكتور جون. اسالنا طبعا مكتبنا متاح في اي في لاي حد. أيوة. والبلان نفسها اللي انتوا شغال اللي بيعملوا لكم انفستمنت بيبقى عندهم ناس برضو، بس طبعا مكتبي مفتوح. حركه صغيره ممكن تؤدي الى خساره thousands of dollars لو انت عملت حركه برضو مش عارفها. ال 401k الحاجات دي كلها طبعا انا شغال ما اعرفش اقرب لها في حالات كتير. تمام. في ناس كتير بيتكلمونا الفترة الأخيرة عشان البورصة والوضع المالي في الإيكونومي في العالم كله فالناس مش حابة شايفين الأكاونت بتاعتها متأثرة قوي. طول ما أنت شغال في حالات كتير ما تقدرش تطلع الفلوس. ما عندكش تحكم فيها. بس لو أنت سبت صاحب العمل بيبقى عندك وقت إن أنت تحرك الفلوس. أوكي. دي بياخدها بقى في حساب بنسميه الأيرا وهنتكلم عليها بعدين. حساب الإنديفيدوال ريتايرمنت أكاونت عشان ما تدفعش ضرايب ولا بنالتي. لازم تتعامل بحكمه وانت بتنقل الحساب علشان ما تدفعش ضرايب ولا بنتي. فدي ال 401k. فعشان ريكاب ديس المصدر الثاني لصاحب الشغل يا اما بيديني بنشن دي حاجه جرانتي تشيك
يا اما باخد 401k ودي مش جارانتي لان هي في الماركت وبتعتمد انا بحط قد ايه وبعتمد اخدها امتى في اي كويشن مارك متحركه جدا وفي عوامل كتيره بتلعب فيها. فلما حد بيقول لي جان انا عندي ريتايرمنت مع الشغل طب انت بتحط قد ايه طب انت الاستثمار عامل ازاي طب انت متوقع ايه فاهم فلا في اسئله كتير لان تخطيط التقاعد زي ما الناس كلها المفروض تعرف مش منتج مش برودكت مش برنامج ده خطة ممكن الخطة احط فيها كذا حاجة زي ما احنا قلنا وخطة بتناسب كل واحد ما تناسبش التاني بالظبط يعني فعلا كلمة ماني دكتور يعني مناسبة جدا لانه انا بروح للدكتور مش ممكن يديني الروشتة بتاعت المريض اللي كان قبلي فيعني مفيش حاجة اسمها ماجيك بيل مفيش دواء سحري يشفي الجميع يشفي. ممكن ادي الدواء لحد يشفيه وممكن حد تاني يزيه يعني دايما بقول لمشاهدينا النصيحة دي بقول لهم اللي بيناسبك مش بيناسب غيرك اللي بيناسب غيرك حتى لو كان اخوك صاحبك عمل حاجة ونجحت معاه ممكن ما تناسبكش انت خالص فعشان كده لازم نلجأ للاستشارة القانونية والطبية والمالية المالية من جاية في الكلام للمتخصصين طبعا علشان يفيدونا بالبوينت المظبوطة لكل كيس بالزبط. طيب دي كده وصلنا للمصدر الثاني المصدر الثالث المصدر الثالث لو انا مش شغال في مع حد بيعرض عليا ريتايرمنت اكاونت لازم انا برشح الناس كلها يعملوا حساب يكمل مع السوشيال سيكيورتي او لو انا عامل حساب مع الشغل لازم اعمل باسكت ثالثه سله ثالثه ان انا اكون متحكم فيها وشويه فيها فليكسيبيليتي اكتر عشان موضوع السن والتاكسس والحاجات دي كلها قبل السله الثالثه دي ممكن تكون كذا حاجه اوكي حسب ارتياح الشخص وهدفه والفتره الزمنيه اللي هو عايز يخلي الفلوس بتاعته والادخار بتاعه فيها في ناس بيلجأوا اللي هم يحطوا فلوسهم في البنك اوكي تمام في مجتمعنا دايما بيقولوا انا احط فلوسي في البنك انا بحوش في البنك بس البنوك طبعا هنا غير في مصر احنا كتير بنحط فعلا في مصر عندنا فوائد عندنا فوائد عاليه ودي حاجه بقول للناس كلها هنا التضخم المالي مع الفائده اللي البنك هنا بيديها لنا انا بترجع لورا لان القوة الشرائية بتاعت الفلوس بتاعتك لما بتخليها في البنك انت بترجع لورا مع الوقت حتى في الوقت الحالي البنوك بدأت تزود سنة بس التضخم برضو عالي استل موجود بس التضخم استل موجود يعني دكتور جون دي مش احسن سلة طبعا لا لسه في بقى حاجات تانية ممكن الناس بتعمل حساب يقولك انا عايز استثمر فلوسي يا جون تمام يا ممكن يستثمرها في البورصة تمام في ناس ممكن نعمل زي بورتفوليو بنسميه اوكي او اي حد ممكن يعمل لك بورتفوليو حتى مع البنك بتاعك تمام بيعمل سله ويحط فيها فاندز او اسهم تكوين السله بيعتمد على الوقت اللي فاضل لك في الاستثمار انت قدرتك على انك تاخد مخاطره قد ايه فبتتصمم على مقاسك مش سله واحده للناس كلها ايوه زي ما فدايما عاملين الحساب ونعمله لخرض التقاعد فالحساب بيتحط بشويه بيبقى فيه اكسس مور ممكن تاخد فلوسها من غير غرامات فبيبقى فيه متاح شويه فده البورصه في ناس في مجتمعنا بيحبوا يلجأوا للريل استيت او العقارات كاستثماريا دي اشهر حاجه تقريبا كاستثماريا تمام طبعا بتحتاج كابيتال بتحتاج احط داون بيمنت وريسبونسابيلتي عليا ومانجمنت بس اثبتت مع الوقت برضو ان انا مع الوقت لو المكان حلو بتاع البروبرتي بتاعتي اللي انا واخدها هيبقى دايما بتتاجر هيبقى في انكم هيجي لي منها صح تمام صح. مشكلتها بس شويه الليكويديتي يعني ايه يعني انا لو عايز المكان تاني او عايز اغير الدنيا اللي انا فيها واغير دوله تانية او ولايه تانية مش هاخد طبطين ايوه يس فالليكويديتي شويه صعبه شويه بس دخل الناس كتير بتعتمد عليه ايوه في بعض الناس بيعملوا حسابات حاجات بنسميها انيوتي الانيوتي ده حساب للتقاعد من شركات التامين شركات التأمين من وشركات استثمارية ساعات هي تقصد التأمين على الحياة هو حساب من شركات بتعرض التأمين على الحياة بس هو مش مفيهوش تأمين على الحياة هو اكاونت هم بس اللي بيعرضوه بيبقى حساب بيتفتح بيتحط جوه فلوس تمام وحسب الاداء بتاعه في حالات كتير ممكن يكون مش معرض للبورصة ايوه تمام يعني شوية فيه امان شوية وبياخد فايدة سنوية برضو يجي عند وقت التقاعد يقدر يطلع يتقلب بنشن ممكن يتقلب ان هو دخل مدى الحياه بنسميه زي برايفت بنشن احنا بنسميه برايفت بنشن عندنا تمام في ناس تانيين بيبقى شويه عشان الضرايب
تمام، ممكن يفتح حاجه اسمها ايرا، دي اللي اتكلمت عليها من شويه. أيوة. اللي هو individual retirement account. ده حد هو عايز يفتح حساب للتقاعد وعايز يقلل في دخله شويه عشان الضرايب، يدفع ضرايب. فممكن يفتح حساب الايرا، ممكن يحط فيها لغايه 6,500. تمام، المدى لسه بتاعها زايد. 6,500 كل قد ايه في السنه؟ ماكسيمم في السنه. لاحسن حد يفتكرنا في السنه. لا في السنه، ماكسيمم في السنه. الماكسيمم بتاعها في السنه 6,500. اوكي. بيزيد طبعا كل سنه شويه ساعات، بس برضو فيها موضوع 59.5. ولما اخد فلوس في المستقبل فلا ضرايب. 59.5 تقصد العمر؟ العمر 59.5 عشان البنالتي، عشان الغرامه الفدراليه والحاجات دي كلها. في ناس برضو اللي شويه سافي، او الناس اللي هو شويه بيسالوا اكتر وبيحبوا يحفروا شويه، وعايزين ياخدوا فوائد ضريبيه وعايزين يبقى عندهم اكسس للفلوس، بيستعملوا ساعات وثائق تامين زي ما حضرتك قلت من شويه. وثائق تامين على الحياه. وثائق التامين على الحياه. Yes. ده كان كده المصدر الثالث من مصادر التخطيط للتقاعد. Yes. فنرجعهم بقى بسرعه عشان نختم حلقتنا دي. تمام. قربت تخلص. تمام. اللي هو المصدر الاولاني السوشيال سيكيورتي. بالظبط. وحضرتك شرحته باستفاضه جدا جدا، يعني ارجعوا له الحلقه اللي فاتت كانت مهمه قوي، وبنبني عليها كل حلقاتنا اللي جايه. Yes. والمصدر الثاني اللي هو صاحب العمل بيدي يعني بيخطط للموظفين بتوعه، بيديهم بيخصم جزء من المرتب من الشيك من whatever. المصدر الثالث هو انك انت تختار براحتك حاجه من السلات اللي الدكتور جون قال لنا عليها، انك تحط في البنك او تحط في عقار او في اسهم او في استثمار او ايه تاني، او ايرا او ايرا او حسابات تبع شركه التامين. الفكره كلها اللي انا عايز بس اجمع بيها كل دوت، ما اخدش حاجه واحده واعتمد عليها، ما اخدش حاجه واحده واعتمد عليها. اجمع كله مع بعض بخريطه الطريق توصلني للهدف بتاعي. ايوه. ايه اكتر حاجه تنبه الناس عليها وهي بتختار طرق التخطيط للتقاعد؟ دايما اقول للناس اقعد بالورقه والقلم، شوف انت عايز تتقاعد عند سن كام، وشوف انت بتحوش بتحط مبلغ كفايه عشان توصل لهدفك ولا لا. اوكي. في ناس كتير بنقعد معاها وهو بيبقى بيطلع جزء من الشيك بتاعه، او بيطلع جزء من هو بيحوش على الجنب، بس مش بيحوش كفايه، لان الفايده اللي بياخدها فلوسه برده مش كفايه، فالوقت اللي هو بيحطه والمبلغ اللي بيحطه. أيوه. الحاجه الثانيه المعامله الضريبيه للدخل بتاعك في المستقبل لما تاخده. لو على قد ما نقدر الناس نقول لهم حاولوا تتفادوا ان انت في المستقبل تدفع ضرائب على الدخل وانت بتاخده، انت الكسبان، لان الدوله واحنا داخلين في اتجاه اللي احنا محدش عارف المستقبل، بس بكل المصاريف اللي بنصرفها بالمساعدات السيستم فيري تايت، متوقعين الضرائب تعلى. ضرائب الدخل. ايوه. متوقعين ضرائب تعلى بتاع الدخل، لان اساسا الضرائب حالا اعلى حاجه في ال 45% في ضرائب الدخل. في السبعينات كانت في 70%، في الخمسينات كانت في 90%، فاحنا اوريدي حالا في شريحه قليله، احنا اوريدي حالا قليلين، لو ممكن يرجعوا تاني وهيرجعوا تاني. فحته الضرايب لازم نحسبها. هطلع لو انا اقدر اعمل حساب او اظبط كل حساباتي في اتجاه ان انا في المستقبل ما ادفعش ضرايب كتير، 100% اقول للناس لازم تخلي بالها موضوع الضرايب. طبعا المخاطره بتاعه الحساب بتاعي لازم احسبها واشوف انا واخد مخاطره زياده عن اللزوم ولا لا. ساعات ممكن بنحرك الاكونتس، لو هو في البورصه يطلع بره البورصه، تمام، وساعات كتير الفرق مش كبير في الارباح على المدى البعيد. فلازم نسال ونشوف انا باخد مخاطره زياده عن اللزوم ولا لا. طب انا ممكن احرك حاجه شويه من هنا لهنا ونفس اللي بحطه هو نفس اللي بحطه، بس بتاثر كتير على المدى البعيد. طب وازاي يعني قول لنا حته كده، ازاي يعني اختار حته الضرايب دي انها ما تاثرش عليا؟ هقول للناس حاجه. لو انا حالا كل فلوسي او دخلي متواضع او دخلي معقول. أيوه. تمام، متوسط. متوسط. ايوه. ابص في اخر السنه لما بفايل ضرايبي، انا بيبقى عليا ضرايب بدفعها، يعني باند اب بين تاكسس لما بفايل ضرايبي، ولا بيرجع لي ريتيرن؟ تمام. طيب تمام، لو انا بدفع ضرايب، لا يبقى كده بفكر حالا بقى ان انا اعمل حساب تقاعد اللي هو قلل لي شويه الدخل بتاعي عشان ما ادفعش ضرايب زياده عن اللزوم. ودي دايما بتبقى للناس اصحاب الشغل، اصحاب العمل، البيزنس اونر وسيلف امبلوي الخاص. دايما الحد التاني، طب انا لا انا بيرجع لي ريتيرن،
طب يا فلان انت بتحط فلوسك في 401k او في ايرا، طب ليه؟ انت حالا بتوفر ضرايبك دلوقتي القليله على المبلغ القليل، المبلغ ده في المستقبل هيزيد. ايوه، واحتماليه ان الضرايب تزيد هتعلى في المستقبل، هتدفع الضرايب الاعلى على المبلغ الكبير. طب حالا ما تاخدش خصومات ضريبيه دلوقتي، حاول تحط حسابك او فلوسك في مكان اللي انت في المستقبل ما تدفعش عليه ضرايب. زي في حسابات استثمار كتيره موجوده موجوده ممكن ما يدفعش عليها ضرايب في المستقبل، وبالذات في حاجات مع التامين، فشركات التامين هم اللي عندهم التركه بتاعه التامين، عندهم الموضوع دوت. وفي ناس كتير ما تفهمش موضوع التامين يا جماعه، وهقفل بدي. لا اشرح لنا كويس. يعني التامين على الحياه مثلا في حسابات سيكريت اقول لك مش ناس كتير تعرفها، الناس الويلثي بس الناس المرتاحه قوي بيعرفوها بيدوروا عليها. في انواع من التامين على الحياه بتاخد جواها حساب فايده وفوائد ضريبيه كتير. اوكي. في مؤسسات ماليه زي وولمارت وولز فارجو في البالانس شيت بتاعهم في الاصول بتاعه البنك في 2014 كان ويلز فارجو فيه فوق ال 18 مليار دولار جوه البالانس شيت بتاعه في بنك اون لايف انشورنس، في لايف انشورنس بوليسيز. مبلغ رهيب. يعني البنوك بتوفر جوه، بتحط فلوس جوه التامين. فاللي بيخلي الناس دي كان البنوك تحط جوه التامين، فبالاول احنا هي يعني. بس لازم نكون حريصين، لازم نكون حريصين شويه، حريصين شويه في اختيار المنتج ازاي يتعمل وكل حاجه، لان ممكن يكون حلو ممكن يكون وحش زي اي حاجه. بس فدي حاجه الناس اللي ممكن تبص عليها. زائد برضو ايه اجين مش حاجه الواحده للجميع، كلمونا او كلموا حد تعرفوه تثقوا فيه في ماليا، يشوف انت عندك ايه وعايز توصل لفين، وهو هيرجح لك الحاجه المناسبه لحالتك. دي احسن حاجه. حضرتك اتكلمتنا عن ال 401k. yes. يعني احب يعني قبل ما نختم حلقتنا نقول للمشاهدين هم بيتوقعوا ايه من الاوبشن ده او من المصدر ده. لو فضلت مع نفس صاحب العمل تمام طول عمرك لغايه لما توصل لسن التقاعد، توقع ان انت بعد 59.5 هيدوك اوبشن اللي انت تاخد منه يا اما مبلغ شهري او لما تسيب الشغل. تمام، هيقولك انت طلع فلوسك هتحولها انت ايرا. فدايما ال 401k الفاينل ديستنيشن بتاعها ما بتفضلش جوه ال 401k، بتوصل عند سن التقاعد وبتتغير الى ايرا. تتحولها الايرا. اوكي، ليه؟ عشان تاخد منها فلوس جزئيا عشان ما تدفعش ضرايب كتير، لان لو خدت المبلغ كله مره واحده انت بتتكلم على مبلغ كبير يدفع ضرايب مره واحده. فال 401k هتوصل لمرحله في المستقبل هتتحول ايرا. الحاجه الثانيه خلي بالك من ال 59.5 سن ال 59 عمر ال 59.5 عشان البنالتي ال 10% والضرايب. الحاجه الاخيره اللي ابص على الناس عليها، دايما خليك بص على حسابك وازاي الاستثمار بتاعه، وخليك متابع هو مخاطره زياده على اللزوم او المخاطره قليله. تمام، فدي حاجه مهمه جدا. وقبل ما تعمل اي خطوه بما تتعلق بسحب فلوس من الفور وان كي بتاعك، في ناس كتير اعرفها عملوا حركه صغيره خسارتهم كتير جدا، ما كانش يستاهلوا يعملوها. عشان سحبوا جزء يعني؟ سحبوا جزء او طلعوا الفلوس كلها مره واحده، مع انهم كانوا ممكن يعملوها بطريقه مختلفه، وما يديروا اند اب 40% 50% من فلوس راحت عشان عملها غلط. فلا دايما اسال قبل ما تعمل حركه ايه المفروض اعمله. تمام. بالذات لو انا بسيب الشغل. تمام. كل المصادر دي دكتور جون ليها مميزات بس كمان ليها عيوب. يس. ممكن تقول لنا عيب كل حاجه منهم؟ اول حاجه نبدا من اول خالص السوشيال. اوكي. العيب اللي فيه ان الناس متوقعه منه هو مش عيب فيه، هو عيب متوقعاتنا من التوقع بتاعي. في التوقع بتاعنا. تمام. السيستم واضح وصريح ومعمول لهدف معين، احنا متوقع منه زياده. فافهم اكتر اللي متوقعه. وبقول للناس كلها اعمل حساب اسمه على socialsecurity.gov، افتح الاكونت، افتح اكونت باسمك. هتلاقي كل الدخل اللي انت عملته قبل كده بيبقى باين على السيستم، ويقول لك انت كواليفاي ولا لا. بقول للناس كلها ما تتوقعش زياده على اللزوم.
افتح اكاونت على socialsecurity.gov/ssa.gov والاكاونت ده هيبين لك كل اللي انت متوقعه. ده سهل اي حد يفتحه اونلاين. اونلاين بس خلي بالك بس تحط المعلومات عشان لو عملت المعلومات غلط وحصل لك للاكاونت لازم تروح مكتب السوشيال. برضو ممكن تساعدوا الناس فيها طبعا. طيب بس هي بس بيدخل المعلومات الشخصيه بتاعته ده السوشيال سيكيورتي. الحاجه الثانيه اللي هو من خلال صاحب الشغل طبعا البنشن شيك فور ايفر يعني ده شيك مدى الحياه هيجي لي. أيوة. المشكله اللي مش ما عادش شركات كتير بتعرضه وفي ساعات كتير ممكن الشركه او اللي بيديك الشيك يديفولت يعني يوصل لمرحله اللي هو هيقلل دفع. اوكي ف لوحده حلو بس في برضو كويشن مارك. الفورو 401 كي ان هي من صاحب الشغل العيب ان انا ممكن ادفع ضرائب عليها على المستقبل وبوفر ضرائب دلوقتي على انا حاجه ما بدفعهاش فانا ليه اوفر ضرائب دلوقتي وادفع في المستقبل لو انا ما عنديش مشاكل ضريبيه حالا فلازم احطها في مكان مناسب وما احطش زياده على اللزوم. وبرده العيب التاني ان هي في البورصه هو مش عيب بس لو الوقت بتاعي مش مناسب للمخاطره اللي انا باخدها ممكن تاثر جدا على الدخل اللي هتاخده. يعني لازم كمان اختار الوقت المناسب والفتره المناسبه واستنى ولا ما استناش واحط ولا ما احطش. طيب تمام. اخر حاجه طبعا بقى بقيه الاستثمارات لازم ابص على الصوره كلها تمام واشوف ايه اللي ممكن ياثر على الباقي ضريبيا واستثماريا بس. تمام. انا بشكرك جدا جدا على المعلومات القيمه دي. لسه عندنا حلقات تانية وهنقول معلومات جميله جدا للمشاهدين. انا بشكركم جدا على متابعتكم النهارده لبرنامج مهاجر معاك وكمان بالاخص لمتابعه الدكتور جون سليمان الطبيب المالي اللي بيساعدنا في التخطيط للتقاعد. عايزه اقول لكم رقم تليفونه وهتلاقوه برضو على الشاشه دايما 949-9880-282. اتصلوا بيهم في اي وقت وهم مستعدين جدا يستقبلوا تليفوناتكم ويساعدوكم في اي استفسار والتخطيط التقاعدي. يمكن احنا عندنا في ثقافتنا طول عمرنا يعني امثله مش صح، اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب وحاجات زي كده، انا ضدها تماما. يعني ربنا بيدينا حكمه وبيدينا وزنه وبيدينا وكاله نكون امنا عليها للاخر لينا وللاجيال القادمه. الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج هاجر معاك.